هنوريكم وشو جايبة معاي بالسفر. هذا زيت تين الشوكي، وأحط معها كلارنس، أخلطهم مع بعض. بعدين أخذ كريم العين يهبل هذا، وأحطه معه بعد زيت التين الشوكي. هذا شو يسوي؟ يفتح بزيادة أثار حبوب هايلايت. أحطه مع أي كريم يرطب، توني هابة فيه. أستخدمه مع أرمانة حق رموش. والله جربوا حق العين من فلوريكا، أخلطوه مع زيت التين الشوكي حق أرمانة. التين الشوكي خذوا واحد أصلي، دائما يخلطون مع زيت خوخ، زيت مدري وشو، لأنه غالي، نادر تلقين أصلي بيور. خذيه من أحد ثقة. والله هذا حق كلارنس رهيب رهيب جدا جدا جدا، حق التفتيح الكل الوايج، ويوحد حق أثار الحبوب وكذا. بس هذه أشياء اللي استخدمها. وهذا كلارنس على اليسار مع نقطة زيت التين الشوكي، وأخلطهم وأحطهم حتى قبل الميك اب. ضغطة ضغطتين كل وجه وضغطة زيت. وهذا كريم العين ضغطة وزيت التين الشوكي ضغطة، أخلطهم وأحطهم طبطبة.